المقارنة بقى في حاجة غير عدد المخطوطات. أنا هقول لحضرتك على حاجة، كل ما بتزيد عدد المخطوطات المفروض إن يبقى في تباين ما بين المخطوطات وفي مشاكل في التطابق. إذا كان 8 أو 7 مخطوطات لم يتطابقوا في مخطوطة واحدة منهم، لم يتطابق الكتابة القديمة اللي عليها من الكتابة الجديدة زي مخطوطة صنعاء، في وسط ال 24,000 مخطوط ده هو متطابق ويعني ما فيهوش أي نوع من أنواع التباين، هذا التباين اللي احنا شايفينه في 6 مخطوطات ما فيش غيرهم على يتعدوا على 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 إيد واحدة ولا على إيدتين، 24,000 مخطوط بيثبتوا يعني ان الكتاب okay. المقدس لو انه ما فيش مثل ما قلت في ايات مفقوده او ايات زياده، لكن هذا ردا على الناس اللي بتكتب لنا. يعني لما بقتبس شيء من الكتاب المقدس على طول بشوف يعني عشرات مئات مرات أكثر اللي بيجاوبوا أو بردوا لا ما هو هذا الكتاب محرف، فبستغرب بقول المحرف طب أنت يعني أي دراسة عملت أو شو نوع الفحص اللي أنت عملته، على أي أساس أنت بتبني، مين قال لك محرف، وين تتحرف، قبل الإسلام بعد الإسلام، ولمصلحة مين التحريف، وليه منقول عنه محرف، هل لأنه ممكن يناقض شيء معين، طب أدرس ليه بناقض حتى تشوف الحقيقة، وهي الفكرة اللي احنا عاني منها. المشكلة عند المسلم ان هو مش قادر ان هو يفهم ان هو اللي عنده المشكلة. وبسبب ان هو عنده المشكلة احسن وسيلة للدفاع هي الهجوم على الاخر. بالضبط، كتابك محرف، انت كتابك يلا محرف، دور دبر حالك، اشرح، ضوع لوقتك، اشرح، اعمل الدكياته. طب في يوم من الايام كل انسان راح يوقف امام الله، امام الرب يسوع المسيح، وراح يعطي حساب. وتخيل من الإنسان يجي يوم يوقف، طب على أساس إيه؟ بعدين هل الكلام بغير الإنسان، بيشفي الإنسان، بحرر الإنسان، ببارك الإنسان؟ شو حتى بدنا الكونتكست، يعني الفحوى والمضمون للنسخ.